مساء الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. برحب بحضراتكم معانا حلقة جديدة ويوم جديد مع ست الستات. كل سنة وانتم طيبين. أيام قليلة بقت بتفصلنا خلاص عن نهاية سنة 2022 وبداية 2023، وكل ست فينا بيكون ليها طقوس معينة بتستعد بيها لاستقبال ليلة راس السنة والكريسماس اللي احنا بنحتفل برضو بيه النهاردة. في ستات كتير بتهتم بإعادة تنظيم ترتيب البيت، بتحب قوي تعمل ديكورات، تزين شجر الكريسماس، وفي ستات بتحب قوي بقى تجيب طقم بيجامات كده ليها وللعيال ولكاليك سانتا كلوز، وطبعا هي وجوزها وولادها، وتبتدي تجهز المشروبات السخنة، الكاكاو والسحلب والحاجات دي، وتجهز نفسها عشان تتفرج على فيلم هوم الون اللي بقى من كلاسيكيات هذا العصر واحنا بنحتفل بالكريسماس. كل سنة بنتفرج طبعا عليه ونفس الضحك ونفس التفاعل. في ستات بقى تانية بتبدأ تحضر فساتين السهرة، تجهز حفلة علشان تخرج وتسهر. كل واحدة فينا بتنبسط وتبسط ولادها على طريقتها الخاصة. ابعتولنا بسرعة واحكولنا بتعملوا ايه في ليلة راس السنة. واحنا كنا من شوية معاكو على اللايف على صفحتنا، صفحة ست الستات على فيسبوك، وقولولنا من دلوقتي انتوا وفريق البيجامات، يا ترى انتوا من فريق البيجامات ولا فريق التلفزيون ولا فريق الحفلات؟ ويا رب يا رب ايا كانت الطريقة اللي بتحتفلوا بيها بالكريسماس والنيو يير، يا رب تكون سنة خير، بركة، أحلام بتتحقق، أهداف جديدة نقدر بإذن الله نحققها مع حضراتكم. أكيد كلنا النهاردة هنبدأ فقرتنا باللي احنا قلنا عليه، أكسسوريز، ديكورات، سعادة، فرحة، بهجة، زينة، مع ندى لاشين. ندى وحشتيني حبيبتي، وحشتيني. كل سنة وانت طيبة. وانت طيبة وسعيدة عادة ما نقطعهاش يا رب، اللهم أمين. دايما ندى لاشين معانا في المناسبات وبتجيب لنا كل الأكسسوريز الجميلة وتزوق لنا الاستوديو بتاعنا، والنهاردة بنحتفل بالكريسماس وبداية بقى أسبوع النيو يير كده. يا رب تخلص على خير وتبتدي سنة جديدة على خير. قولي لي السنة دي كانت عاملة ازاي عليكي، وعايزة أعرف أمنياتك للسنة الجديدة. هي كانت سنة كلها يعني أقدار صعبة، بس أنا دايما بشوف إن الأقدار الصعبة بتخرجنا لأقدار حلوة. أكيد. بتمنى من ربنا إن أنا أتوسع أكتر في شغلي، يعني الحمد لله السنة دي في الكريسماس قدرت أخرج للشغل الأوبن إريا أكتر، اللوكيشنات، التصوير. بساعد دلوقتي في ان انا في الزور على التلفزيون، ست البيت تعرف الحاجات اللي ممكن تجيبها ايه بسهولة. يعني معظم الحاجات دايما بحب اطلع بديكوريشن عالي جدا في التلفزيون، ولكن بحب ابسط الدنيا للست بحيث ان هي لما تنزل تتفرج في المكتبات او عند ناس اللي بتبيع البرودكت بتاعت الديكوريشن. على فكره دلوقتي بقى في العتبه وفي الموسكي وفي حاجات كتير قوي في وسط البلد، وفي النزهه كمان بارخص الاسعار زي ما بالظبط، وكل واحد يقدر يعمل لوكيشن اللي هو عايزه للولاد ويتبسط. مش شرط ان هي راس سنه او كريسماس، كل واحد حسب احتفاله، ولكن هو مناسبه حلوه ان انت تدي نفسك طاقه ان احنا بنبتدي نتلكك ننبسط ونفرح. صح صح بالزبط. طيب دلوقتي بقى قولي لي ايه الجديد؟ يعني الشجره دي بتاعتي دي التراديشنال، دي الاعتياديه من ندى لاشين ليا كل سنه، شجره وعليها كل صوري وصور عيلتي. بس المره دي احنا جبنا الكروت الخشب، يعني هي كانت الجديد بقى فيها ان احنا عملنا كروت خشب. تصدقي فعلا دي الفكره اللي طلعنا بيها جديد، ان احنا نحاول نعلي شويه على فكره الصور، لان هي فكره الصور ما بتنتهيش، هي بتبقى حاجه بيرسونال جدا للشخص واسمه او الصور بتاعته او الناس اللي بيحبهم. صح. هم دول اكتر حاجه يعني بتبقى بتفرحه، فاحنا ما بنقدرش يعني نتغاضى عن الفكره، بنضطر ان احنا نمسك في الفكره بس نطورها. وعندنا الكوتيشن الجميله دي، الله، الكوشنز فظيعه وعامله لها رجلين، دي فظيعه جدا عايزه اقول لك. وكمان بابا نويل وسنو مان حلوين جدا للكنبه، ممكن الست الهاديه خالص ما تحبش اي دوشه في البيت ممكن تجيبهم كده تحطهم بس على الكنبه. طيب بقى الجو. في فكره لطيفه جدا دلوقتي لقيت صاحباتي وفي بعض الستات بيعملوها، ان الكوشنز دي الكفر بتاع الكوشن عندها الكفر بتاع الكريسماس والنيو يير، وعندها الكفر بتاع رمضان، وعندها الكفر بتاع الفالنتاين. دي بقى الستات الشاطره. قولي لي بقى ازاي ممكن نعمل ده؟
ده اوريدي اصلا موجود يعني فعلا في الاماكن الكبيره في الحاجات دي موجوده. تتلبس هي الشله بتاعتك على المقاسات الاسطمبات الاساسيه بتاعتنا. يعني كنت حضرتك بتسالي في نوعين من الستات، نوع بتاع الفساتين السهره ونوع بتاع الحفلات ونوع بتاع البيجامه. انا بعمل الحفلات وبنقي معاهم الفساتين وبقعد في البيت بالبيجامه برضه. لا انت ما بتخرجي يعني ما لا ببقى تعبت خلاص ما عنديش طاقه. السيزون بيبقى قضى عليكي. عايزه السحلب والبيجامه وشوكليت وخلاص وبسم الله الرحمن الرحيم يا رب خير. انا ملاحظه كمان انك انت مستعمله ماتيريال يعني ممكن تتباع عند بتوع القماشه عادي، البايات ده اصل احنا مش هنخترع فوق الناس يعني. اوريدي طول الوقت انا مؤمنه جدا بصناعه بلدي ومؤمنة جدا ببصمة كل واحد مصري بيشتغل على حاجة، يعني اللي بيشتغل على الخشب في راس سنة بيقدر يطلع ماتيريال حلو، اللي بيشتغل بالفوم بيقدر يطلع ماتيريال حلو، اللي بيشتغل بالقماش بيقدر يطلع ماتيريال حلوة، فأنت بتجمعي كذا فكرة وبتنتي بتتنظمي وبتطلعي الدنيا، مش لازم أبقى هيرو في كل حاجة، ممكن نظرتي في المكان. لا ومش لازم إنك أنت تجيبي أغلى الحاجات اللي موجودة، صح. يعني ممكن أبسط الحاجات. إلا لو بقى يعني بالأوردر أو لمكان معين طالب، يعني انا يعني عندي الكافيهات بتطلب طبعا السيشنز بتاعتها بشكل معين بطريقه معينه، ده بيتنفذ من اول وجديد ويخش ديزاين ويخش عند معايا ديزاينر ومعايا بتاع الخشب وخراط بقى وخراط ونختار ولسه مصممين حاجات يعني مصريه اصلا تكلفتها كمستورده كوست عاليه جدا وجاست هي المناسبه، وانا كبراند مثلا مش هحتاج ان انا احط الحاجه دي في نفس المكان ومش هتقدري تعمليها طول السنه بالظبط. فلازم نوفر بدايل كمان للناس عشان تقدر تحتفل في محلاتها وفي بيوتها وفي في الكوافير وفي النادي في اي مكان الناس تقدر تحتفل. لازم يكون في بدايل. طيب قولي لي بقى السنه دي افكار كمان يعني جديده وبداتي ايه الجديد بتاعك السنه دي؟ انا بصراحه انا ماشيه في 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 خطتين، هو خطه الاطفال لان انا بعشق الاطفال جدا وهم على فكره فانا بحب قوي اللي بيحتفلوا بالمناسبات وبيدوا لها طعم. ايوه بالظبط، انا بحب قوي الحاجات اللي هي فيها بابا نويل، في نازل الحاجات الخشب دي. لا انت اللي بتعمليها برضو بتجيبي بصراحه هما نازلين ارخص من العمايل. اوكي بصراحه يعني انا ما اقدرش اقول حاجه مش بس طبعا باي اوردر لو انا هعمل خشب لحضرتك بقى بالطباعه بالصوره باسمك بالظبط هنعمل حاجات زي كده. هي بس ممكن هي تورينا الوش برضو ممكن توريها لنا توريها للكاميرا. اوكي ايوه كده عشان نشوف قد ايه جميله دي ممكن تتعلق والشجره انا حبيتها بصراحه للشجره عشان الشجره وهتوفر معاهم جدا للناس كلها هتوفر معاهم مساحه لان طبعا. الكور بتاخد كور كتير قوي بالظبط فدي حلوه الشجره ملمومه بالظبط حلوه مع الصور كمان يعني بصراحه انا شايفاها الوشوش دي بابا نويل وكده برضو خشب ولا دي مش وشوش دي بتتعلق صح دي دي تتعلق كده جميله برضه بابا نويل وتعلق الشجرة طبعا كل حاجة على فكرة ممكن فحلوة الشجرة. جدا او على باب الشقة يعني ممكن على باب الشقة تحطها مثلا لوكيشن بصي عايزة اقول لك ان هي اصلا ست البيت ممكن تجيب فيه ستاير دلوقتي معمولة بتفرديها كده بتبقى في حوالي يعني مبلغ رقم بسيط 30 جنيه مثلا وتعمليها على متر من الشقة في اي حيطة سهلة عندك وتبتدي تعملي فيها شريط الهابي نيو يير وتحطي الاستيكر اللي انت عايزاه وتعمليه كورنر ولو عندك شجره صغيره بتحطيها ومفرش على الارض يبقى في منتهى الجمال جدا. الصناديق كمان صناديق الاحذيه اللي بتبقى عندنا ممكن ان احنا نغلفها بالسلوفان الاحمر والفيونكات ايوه العلب دي بقى بتبقى نازله اسطمبات في انواع من العلب بس في علب ثانيه ما بتنفعش وانا شويه بدقق يعني كان لسه حد في مول كلمني في الموضوع ده قال لي ممكن ناخد علب انا عندي كراتين او كده قلت له بصراحه في المول مثلا او في الاماكن الكبيره ما ينفعش استخدم حاجه زي علب الاحذيه ممكن في البيت ايوه في البيت مش هتبان كل حاجه بتنفع ايوه انا دي حابه اوصل الفكره دي برضو للناس لان هم بيشوفوا ان انا ممكن اكون متعنفه شويه في رايي بس انا بحب الشغل يطلع مظبوط قوي ودقيق واللي يشوفه يبقى مبسوط وخصوصا ان انا كمان بعمل ماتيريال تقعد معاه سنه واتنين
ونقدر ان احنا نغير فيها طول الوقت. لما الكريسماس ونيو يير باذن الله يعني يجوا ويخلصوا على خير، نلم الحاجات دي كلها في بوكس نلمها وفي رمضان نحط كاش وبندق وجمل ونبسط خالص. طب على فكره الحاجات الخشب دي كمان عارفه بتاعت الصور، لو ما فيش الراس بتاعت بابا نويل ممكن هنا ده يبقى الهلال مثلا. هينزل بقى احنا ان شاء الله يعني انا ويعمل كده باذن الله في رمضان هننزل كده، هننزل بقى شخصيات ان شاء الله رمضانيه يعني حاطين فكره كده ان شاء الله نطلع لك بيها حلوه، هتبقى غير فكره الصور باذن الله. بس شخصيات رمضانيه بقى من ايام الكرتونز والحاجات القديمه بتاعتنا، نحاول نفتكر الذكريات، نعرف ولادنا. يعني انا الحمد لله لسه ان شاء الله ربنا يرزقني، بس احنا اللي عنده اطفال او كده يعني لازم يبتدي يعرفهم الحاجات الحلوه احنا اتربينا عليها. طبعا انت عارفه كمان حاجه حلوة. يعني احنا بنتكلم على الاكسسوارز كلها عليها الكريسماس، ممكن نزق الزقه الاولانيه ان احنا لو عندنا اللي هي بتاعت عيد الميلاد، واكيد كلنا بنعمل حتى لو بلده صغيره كده لاولادنا في البيت حاجه على قدنا، يعني اننا ممكن نبدا نعلق الزينه ونعلق عليها الصور بتاعت الكريسماس وبتبدا الذكرى حلوه. طبعا بتبدا الذكرى حلوه لما انت تشوفي حاجه. احنا ما بقيناش نرمي اي حاجه يا ندى، انت من المدرسه دي؟ انا من المدرسه، انا ما برميش حاجه خالص. انا وصلت لمرحله حاليا وده مش عشان احنا بخله وعشان ما بقاش معانا، بس الطبيعي ان انت بتستثمري في نفسك في كل حاجه بتعمليها. لا وفي كل حاجه بتشتريها الماتيريال نفسها ما بتبقاش حلوه كده تاني، يعني بيبقى صح. في حاجات معموله خشب وحاجات معموله من الورق الزينه والمقوى، بتبقى خساره ان هي تترمي، لا حد هيستفيد بيها. هي الناس بتكسل بس هي الناس بتكسل ان هي ترمي وبس، خساره. انا بشوف ان الكوست اللي احنا نعمل بيه يا بنعمل بيه حاجه حلوه يا ما نعملش، يعني هي اللقطه مش مستاهله، يا اما نعمل حاجه كويسه يا اما خلاص ما نعملش، وكل واحد بيحتفل بطريقته. صح. قولي لي بقى الناس في مصر يعني احنا السنه دي اخبار الاحتفالات انت شايفه ايه؟ انا شايفه الشوارع بدات تتزين، انا شايفه بقى لها فتره يعني حتى عند المولات وكده والكافيهات. انا شايفه ان ما شاء الله ما شاء الله بجد، يعني يا رب يدخل علينا الفرحه اللي الناس بتحاول تنشرها في الشوارع، يا رب تدخل على كل بيت مصري وكل الناس صغيرين وكبار. فعلا في تطور كبير جدا في الديكوريشن، وبيبتدينا نبص الفيجن الغربي شويه في الاحتفالات بتاعه الكريسماس، وبقى كل منطقه من القاهره بتعلي على الثانيه. ايوه يعني الموضوع دخل في صرف في المكان اللي انت عايشه فيه بيقعدوا يسالوكي بقى نحط ممكن هنا ايه، نعمل ايه، يعني بيبقى فيه هو كده الخروجات معظم الناس عشان خاطر برضو الفكره بتاعه المولات او الكافيهات. هما ليه بيعملوا كده؟ هما برضو بيوفروا عليكي. يعني هما لما بيعملوا كده هي ناحية يعني شوية بيزنس وشوية جذب. على الأقل إيه حتى لو أنا مش عاملة زينة في بيتي جنب الحاجة أروح أتصور في الكافيه. فأنت لو قسمتي 1000 واحد على اللي بيصوروا على الشجرة الكبيرة قوي دي اللي يعني مدفوع فيها مصروف، هتلاقي لا تعتبر إن أنت عملتي 1000 حفلة أو 1000 صورة للشخص، خد 1000 ذكرى، هي تتحسب كده. فهم دايما بيعلوا علشان الناس لما تيجي اكتر يبقى هو اكتر زي سبورت او دعايه بشكل بالزبط. غير ملحوظ. طبعا قولي لي كمان ازاي ست البيت ممكن تعمل الزينه؟ على فكره الزينه بتاعت الشجره بقت احيانا بيبقى فيها غالي يعني شويه دلوقتي غالي. انا صراحه حبيت جدا بتوع الخشب ده. في ناس تانية بتجيب الكور بتاعت البينج بونج والحاجات دي وتقعد تغلفها وترسم السبري شويه ممكن يسيحها عشان خاطر الماده اللي فيه كاويه. اوكي. فممكن بالغلاف بتاع الهدايا بتاع زمان ده نعملها زي البونبونيه كده ونربطها. بتربطها تبقى حلوه جدا. لا بالعكس وتعملها من ناحيتين بونبوني زي البونبوني اللي على البالونز ده. انا قصدي احطه لان احنا زمان كنا بنحط برضو بونبوني، كنا ده كان احتفالات، ده احنا كان عندنا الشجره دي انهيار. بالظبط. ايه تاني ممكن نحطه على الشجره؟ عايزه افكار كده بره الصندوق. والله بصي في العاب دلوقتي بقت بتتعمل ان انت مثلا تكتبي اسئله مثلا وتحطيها كل واحد في العيله بقى يقعد يفتح يشوف سؤاله ويوجهه لمين، عقاب، اختيارات، حكم، حاجات كده. حكم بقى من الاحكام الرئيسيه. او ممكن مثلا ترقمي الهدايا تحت الشجره وتطلعي من الشجره الرقم.
كل واحد من الاسره ياخد الرقم ياخد الهديه. بتعملي الجيمز دي يعني هل بيبقى لها استعداد معين ولا ممكن دي احنا بنعملها في البيت عندنا يعني مع تيتا وجد وكنا بنعملها بصراحه كانت بتبقى حلوه ان احنا نحط الارقام وناخد الهدايا زي سانتا يعني فكره سانتا ما انتهتش من المصريين عامه طبعا يعني الشعب المصري كله بيحب الاحتفالات بتاعه سانتا وفي ناس بتنزل في الشوارع تعمل سكريبتات وتصور الناس وهي بتديهم حتى بونبوني توفي اي حاجه تقول له خد من الصندوق كل هديه. كفايه كلمه كل سنه وانت طيب. ايوه عارفه الاحساس كده وانت ماسكه حاجات والحاجات دي بتلمع وهدايا حتى لو كانت عارفه قلم رصاص. دي حقيقه. هتدخل واتمنى الناس تبقى مبادره، اتمنى الناس تبقى مبادره يا جماعه اي حاجه بتعملوها مع اي حد لو بسيطه لو كلمه حلوه حتى لو انت متضايق طلع كلمه حلوه هتجيلك. طبعا طبعا ادي حاجه بسيطه حتى لو اخر حاجه معاك هتجيلك، يعني انا بصراحه بادئه الفتره دي في راس سنه يعني انا كنت في مصير اخر وسبحان الله ببدا معاكي سنه جديده ان شاء الله في نفس المجال عليكي وعلينا وعلى مصر كلها. الاستمراريه شيء صعب جدا وما فيش حاجه بتمشي بالفهلوه ولا بالاماني بالقعده ولا بالاماني، لازم دايما عندك مجهود وخطط بديله طول الوقت. واحنا شباب يعني حفزوا نفسكم، ومش بقول لكم كده عشان خاطر يعني انا حالي ميسور جدا، بس طالما احنا لسه بنتنفس فاحنا حالنا ميسور. بالظبط انا بشوف اللي عنده صحه حاله ميسور طبعا. دي نعمه من ربنا. الحمد والشكر يا رب يديمها علينا كلنا ويديمها عليك وعلى اهل بيتك كلهم جميعا. امين. وانت يا كمان يا ندوده. ندى لاشين النهارده اسعدتنا بالكريسماس الاكسسوارز بتاعت الكريسماس بالبلالين وبالشجر وبالاكسسوارات المبهجه، بجد بجد الواحد لما عينيه بتنبسط وبتنبهر كده من الحاجات اللي حواليه ده بيعلي الادرينالين في الجسم، بيخلينا كمان كده سعده ومبسوطين وبيبقى عندنا طاقه ايجابيه كبيره قوي قوي زي اللي موجوده في الاستوديو النهارده محوطانا كلنا. بشكرك يا ندى شكرا جزيلا وميرسي على كل الحاجات الحلوه دي. شكرا ليكي كله. انا بصراحه بستمتع معاكي وبالنسبه لي الحلقه بتاعتك دايما مهمه عندي حبيبتي في حياتي يعني. هابي نيو يير. هابي نيو يير على حبيبتي. يا رب كل السنين اللي جايه سعيده ونجاح ليكي يا ندوده. يا رب اللهم امين. ناخد فاصل ولسه مكملين معاكم كريسماس نيو يير. اخبار الابراج ايه؟ اظن بقى قايلين لكم من امبارح على صفحتنا صفحه ست الستات على فيسبوك وجالنا تواريخ كتير جدا. بعد الفاصل هنستقبل دكتور رئيف رأفت وهيقول لنا ايه اخبار السنة الجديدة والابراج والارقام، ويا رب تكون سنة سعيدة علينا جميعا بمشيئة الرحمن بإذن الله. فاصل ونرجع نكمل حلقتنا النهاردة من ست الستات. كل سنة وحضراتكم طيبين. ميري كريسماس هابي نيو يير ودايما سعداء. وخلاص بقى فاضل أيام وبتفصلنا عن السنة الجديدة. كلنا عشمنا في الله كبير جدا، كلنا عشمنا خير إن تكون أيامنا في السنة الجديدة أفضل من اللي فاتت بكتير، وإحنا كمان معاكم بنتمنى ده. وعلشان كده خلينا ناخد كده حبة أمل وتفاؤل من ضيفنا دايما دكتور رئيف رأفت خبير الأبراج والفلك والأرقام اللي هيقول لنا إيه أخبار توقعات الأبراج المرة دي بقى للسنة الجديدة. دكتور رئيف برحب بحضرتك، كل سنة وأنت طيب الأول. وأنت طيبة يا رب. ميري كريسماس هابي نيو يير. هابي نيو يير وسنة جميلة على الجميع وعلى مصر الحبيبة وعلى الوطن العربي كله يا رب. آمين يا رب. آمين يا رب. الأول كده بقى عايزة أعرف أخبار السنة الجديدة إيه والأبراج علاقتها يعني اللي بتسيب بقى 2022 وبتبدأ 2023 أبرز الأبراج للعام الجديد. تمام. طبعا اذا هنحكي استاذة دينا على رقم السنة اول حاجة ب 2023 يرمز رقمها لايه؟ يرمز لرقم 7. اذا اليوم نجمع 3 زائد 2 زائد 2 7. ده حلو، ده دايما رقم 7 حلو. هو النصر ومقدسة مقدسة تمام يا استاذ دينا، ورقم مفرد يعني مفرد حلو. انا بعتبره من الارقام المفردة الحلوة جميلة جدا، مرتبط بكوكب نبتون اللي مسؤول عنه برج الحوت. يعني نحن سنة مائية تعتبر من رقم 7
مسؤول عليها برج الحوت. طبعا سنة أنا بعتبرها سنة مميزة، فيها إن شاء الله في حاجات كتير حلوة، فيها شيء من الطاقات الروحانية، شيء يتعلق في المياه، في السوائل، لأني مسؤولة عن برج الحوت. طبعا طبعا أنا ممكن طبعا أيوة أستاذ دينا. وفي حاجة أنا ببشر كتير ناس في السنة رقم 23، هي سنة أنا بعتبرها يعني فيها ود وصلح بين الناس، بين الأقارب، بين الأصدقاء، بين ده. العالم، يعني في طاقة الود والصلح إن شاء الله بين العالم كتير، يعني هتكون فيها جميل. سلام حب. طيب هبدأ بس بالرسائل. ياسمين بعتة إن تاريخ ميلادها 30/5/97. تمام، هي أرقامها إيه، أخبارها بقى؟ تمام، هلا نحن اليوم فورا هنخش في أرقامها، مش عايزين نحكي بقى برجها، لأن نحكي خاص سبيشال بالنسبة لياسمين. يعني اللي هيكلمنا النهاردة أو هيبعت لنا هيبقى برقمه، مش عام على البرج. أيوة، كل واحد برقمه، اليوم والشهر والسنة يكون المظبوط، عشان نعطيه خاص مش نعطيه بقى عام الأبراج العامة، لأن في ناس كتير بيقولوا إنه البرج ما ظبطش معي السنة دي ومش كان مظبوط بالارقام. صحيح. هي دقتها اعلى من الابراج. طيب. طبعا نحن بالنسبه لياسمين السنه اللي جاي عليها هي بعلم الارقام سنه مميزه. ان شاء الله في عندها شيء ود والصلح بين الناس، حلوه كتير حتكون. طبعا في عندها تغيير او بيع او شراء شيء غالي او عربيه او حاجه كده، هتكون هتلاقيها فين دي؟ ان شاء الله ان شاء الله هتكون مميزه جدا. أوكي. وبعدين بهنيها لياسمين، عندها منصب حلو بترقية بعمل. الله. إذا هي بتشتغل أو طبعا في ناس ما بيشتغلوش بس عندهم ترقية بين الناس، في عندهم رفعة شأن. سنة مميزة جدا لياسمين، وبعدين هي من الأرقام المحظوظة، وبعدين أرقامها فيها سفريات، يا هي مسافرة يا في حد من عيلتها مسافر، لأن هون أرقامها بتحمل السفر. جميل. وسنة مميزة جدا جدا عندها ما شاء الله. ما شاء الله يا ياسمين، كل سنة وأنت طيبة. طيب معانا فريدة على التليفون. يا فريدة مساء الخير. مساء الخير. ازاي عامله ايه يا فريده؟ كل سنه وانتم طيبين، ويا رب سنه جديده سعيده يا رب على الجميع. امين امين يا فريده باذن الله يا رب. قولي لنا ارقامك. 19/9/1992. 19/9؟ ايوه 1992. 19 اقول لها ايه بقى دي بقى 19/9؟ حاضر. كل سنه ويا رب السنه دي تبقى جميله عليكي. طبعا هي عذراء يا جامده جدا. ايوه انا ببشرها بالارقام، هي عذراء صحيح. طبعا انا ببشرها بالنسبه لارقامها، في عندها شيء مميز السنه الجاي في وضع المالي. طبعا انا داخل على سنه مميزه. بالنسبه لفريده في تحقيق مال حلو مميز عندك، وهي بعلم الارقام، وبدك تمسكي فلوس، يعني في عندك فلوس هتمسكيها، في حاجات حلوه، في طبعا انت عندك شغلتين في فلوس، يعني هون في عندك كمان من دلوقتي عم بتفلتري اصدقاء يا اخت فريده، يعني في فلترت اصدقاء انت داخله عليها، وفي فلوس هتجي لك بهبه فلوس غير اللي بدك تمسكيها، في هبه فلوس هتجي لك وتمسكي فلوس، وسنه رائعه جدا، ممكن تسحبي قرض، ممكن توفي ديونك، سنه مميزه بالفلوس يا ان رب. شاء الله باذن الله يا رب. طيب معانا ماجده من القاهره. مساء الفل يا ماجده. استاذه دينا ازيك؟ كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه يا حبيبتي، ربنا يخليك. عايزه اشوف برج والنبي. 9/12. 9/12 سنه كام؟ 58. 58 انت مكسوفه؟ ربنا يديكي الصحه وطوله العمر ودايما سعيده ومتالقه دايما يا رب. يا رب يخليكي بارك في عمرك يا رب. الله يخليكي ماجده، بارك في عمرك يا رب. عايزه اعرف كل حاجه. حاضر، عينيا الاثنين. اتفضل. حاضر. بالنسبه للاستاذه ماجده، يعني كل سنه وهي طيبه كمان، وارقامك يعني من النوع اللي انت برج القوس طبعا، والارقام انه عندك شوي ارقامك فيها تهور كطبيعتك، طيبه القلب. صريحه جدا جدا الاستاذه ماجده. الارقام اللي بتحمل السنه عندها والله اعلم واعلم، انه انا شايف سنه فيها مميزه من الشفاء، يعني اي شيء فيه صحيا يكون فيه شفاء عندك. في طاقه الشفاء انا شايف هنا في عندك حركه الفلك شفاء، في احتمال زياده وزن، تنتبهي شوي من زياده الوزن. هذا الامر ممكن يكون يزيد كم كيلو عادي. في عندك كمان سنه الحظ الكبرى بالنسبه لنا، اللي جوبيتر هو اللي حيكون اللي مسيطر عليها السنه دي، الكوكب يعني الحظ. 23 هتبقى سنه الحظ باذن الرحمن بتاعت الاستاذه ماجده. هي الجوبيتر هو هيكون يعني يمشي طاقتها السنه، ويتاثر فيها جوبيتر، هيكون طاقه ايجابيه جدا للاستاذه ماجده. سنه مميزه، ركزي على اللون الازرق الكحلي، ده الالوان اللي بتناسبك السنه دي، يعني الوان السنه بتاعتك. تنتبهي شوي على نقطه ضعفك السنه دي، الظهر من نقطه الضعف، والحنجره والاذن الوسطى. ما فيش خوف، نحن دائما كل سنه يعني في واحد عنده نقاط ضعف معينه، بس انا بحب اقول للاستاذه ماجده دول نقاط الضعف السنه دي بتاعتها. طيب شوشو بتقول تاريخ ميلادها 7/12/91. 91 برضه هي قوس. قوس. قوس عندها السنه مميزه جدا جدا،
في بس انت عندك شدك علم الابراج والطاقه وتنبؤاتك رهيبة، اعتمدي على تنبؤات كتير، شوف تنبؤاتها قوية جدا. السنة دي في عندها شيء من السفريات، في شيء من الطاقة، ممكن تستفيد السنة دي بعلم الطاقة لأن السنة عندها في شيء من الطاقات هتستفيد منها. أو بيزنس هيكون مميز، إذا في بتدرس أو في حاجة في عندها شهادة عليا هتحققها إن شاء الله. سنة أنا بعتبرها سنة روحانية أعلى كويسة ومميزة عندها بالنسبة لي. طيب السنة بقى اللي هي سنة 2023 في عندنا حاجات كتيرة في العالم بتحصل واضطرابات، يعني منين ما تفتح الأخبار تلاقي مش عارفة إيه اللي حصل وحرب فين وولعت في حاجات زي كده. هتهدى شوية السنة دي يا دكتور رئيف ولا إيه؟ بإذن الله طبعا. بإذن الله يعني بإذن الله إن شاء الله. هلأ هو الهدوء فيه هدوء، بس نحن عنا الوطن العربي بشكل عام بخير. أنا بشوف في الدول الأوروبية شوي في لخبطات كتير ممكن تحصل، لكن نحن الوطن العربي حلو إن شاء الله خير، طاقات إيجابية حلوة، في اكتشافات كتير حاجات، في نحن قلنا في صلح، في ود، في علاقات بين الناس. صلح يعني ممكن الحروب تخلص؟ ان شاء الله الوطن العربي هيكون مميز. لا الوطن العربي يعني مميز. ربنا يحفظه. يامين يامين. ما هو بيتاثر بالوطن تأثير بالعالم كله. هيكون ضعيف. تاثير ضعيف علينا نحن، بس نحن اليوم شايفين يعني نحن بالنسبه لبلادنا هتكون بخير. يا رب. في تطورات، في حضارات جديده، في يعني طاقات ايجابيه روعه انا شايفها ان شاء الله. في ود، في ود بين الناس، في ود كتير. معانا اسماء من المنيا. مساء الخير يا اسماء. مساء النور، ازي حضرتك؟ عامل ايه؟ كل سنه وانت طيبه الاول. حضرتك طيبه يا رب. اتفضلي قولي لي ارقام. عايزه اعرف 21/2 ده برج ايه؟ 21/2 سنه كام انت؟ 2002 تقريبا. تقريبا 2002 ده لحد تبعي يعني. لحد تبعك؟ انا قلت مش معقوله برضو ما تكونيش عارفه سنه ميلادك. لا 2006 تقريبا، ولا مش عارفه 2002، مش عارفه. طب مش مشكله. كنت عايزه اعرف برضو، كنت عايزه اعرف برضو كل ما يخص عن 15/1 97 سنه 97. اوكي. و 12/3/87. 12/3/87. حاضر، اشكرك يا اسماء، اشكرك. تمام. هلا التاريخ الاول 21/2 هو برج الحوت طبعا. لان الحوت بيباشر من 19/2 هو اول يوم من الحوت. هو طبعا التاريخ ده برج حوت، هو طبيعته من نوع اللي كارقام نحن بنفسر شوي ارقامه. الحوت شوي عنده السنه دي الضغط شوي من بعد 7/3/2023، في شوي زحل هينتقل عنده للحوت، هيشيله مسؤوليات شوي، ضغوطات. سنتين ونص هيقعد عنده زحل لبرج الحوت. سنتين ونص. سنتين ونص مدته حركه الفلك، عنده زحل سنتين ونص. لكن الشخص اللي بتسال عليه هي 21/2 من الارقام المحظوظه. هو انسان بيحب الفرح والمرح، وممكن يكون كمان يسافر او في عنده حد مسافر، لانه في طاقات السفر، وهالانسان موهوب جدا وفضولي جدا بالنسبه لارقامه. اذا 2002 متهور، اما 2006 ما اعرفش يعني بيتغير معايا الكلام، لكن هي بشكل عام في 15/1/97 برج الجدي. الجدي اول ست شهور في عنده نجاحات في العقارات، والنص الثاني في شيء من الخطوبه للجدي عامه. اما بالنسبه لارقامك يا الاخت اللي بتكلمنا اسماء، اسماء ايوه 12/3/87 السنه دي كانت صعبه عليها. اخت اسماء انت سنه 22 انا بعتبرها كانت ثقيله او صعبه عليكي. فيها احداث كانت مش مريحه بعلم الارقام. انت داخله على سنه ان شاء الله سنه هتكون مميزه، هي سنه النور والسمعه والسلطه. بس انت السنه دي كان عندك تخانه، تخنتي شويه ممكن، الله اعلم. ايه يا دكتور عمال تقول لنا هتتخانوا وتخانه ايه بقى؟ بيتخانوا بيخسوا بيرجعوا. يبقى هنعمل ريجيم، يبقى مكتوب لنا اننا نعمل ريجيم السنه دي. تمام. طيب حاضر، فاصل صغير قوي وهنرجع نكمل، لان منورنا النهارده دكتور رئيف رأفت خبير الابراج والفلك والارقام، وعندي مسجز كتير جدا من حضراتكم. اوعدكم هنعمل كل اللي نقدر عليه، ناخد كل الرسائل باذن الله. خليكم معانا. اوعدكم رسائل الكتير قوي قوي ما شاء الله اللي جات لنا دلوقتي على صفحه البرنامج، هنقول اغلبها باذن الله. ودكتور رئيف رأفت معانا في الاستوديو، وندى بعتة تاريخ ميلادها 4/2/2002 برج الدلو. تمام. هي الدلو من النوع اللي بالنسبه لندى اسمك قوي،
دائما تتحاربي، يعني ده انت عندك طاقه حسد شويه. أيوة. دائما تنتبهي المعوذات والميه والملح في الطاقه تستعمليهم على طول. طبعا حياتك فيها مفاجاه يا ندى، وفي تغييرات، وبتكرهي الروتين الممل جدا جدا، تنبؤاتك رهيبه، اعتمدي على تنبؤاتك. في عندك سفريات او تحصل على اقامه او جنسيه يوما ما بعلم الارقام. السنه دي هي سنه الرفعه والترقيه لك، يعني بين الناس هتكوني طاقه روعه روعه سنه 2023 ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله يا رب. طيب 16/6/94 16/6/94 حاضر تمام. هي جو هو جو ست هي بنت 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 جوزاء. طبعا هي تنبؤات رهيبه كارقام. ولد؟ لا راجل يبقى. راجل. اوكي اسف يعني اسف. أوكي. كراجل هو 16/6 متنبئ قوي، فراسته قويه شويه، عنده حب الاستكشاف، حب الاطلاع والفضول. السنه هاي في عنده نجاح في عمله، تغيير عمل او تغيير عمل من دلوقتي، غير او هيغير عمل للافضل. وكمان في عنده نجاحات في يعني استثمارات او حاجه بالكلام ده. انا شايف كتير كتير حلو. السنه كمان في نجاحات باولاد، اذا كان هو مرتبط في اولاد او في حاجه، في ضربات حظ عاطفيه وماليه مميزه عنده جدا جدا. ما شاء الله ما شاء الله ان شاء الله. طيب 16/11/2 واحده ست تمام. هي يعني العقرب. او بنت بقى عقرب. السنه يعني بالنسبه ليها اللي داخلين عليها، في عندك تغيير، يعني في تغيير سكن، في تغييرات ممكن كعمل، تغيير شيء معين. بس السنه بدك تنتبه على صحتك. انا مش اخوفك يعني للتاريخ 16/11، تنتبه كارقامك على صحتك. او السنه شوي فيها ضغط شوي عليكي، يعني تنتبهي. في عندك تخانه كمان شوي السنه دي، كمان تنتبهي على وزنك. بس السنه شوي انا بعتبرها شوية سنة عزلة شوي، ممكن تحسي معزولة شوي عن الناس، تقعدي لوحدك شوية. سنة يعني ضغطة شوي عليها. أوكي. استني بس لبعد السنة يعني تعدي بس كده، تعدي إن شاء الله خير. طب 20/3/93 20/3/93 طبعا هي اسمها زينب. زينب طبعا زينب هي محظوظة كاسم زينب، حساسة عاطفية، كأرقامك من نوع اللي رومانسية لطيفة فنانة. يعني أنا شايف عندي أرقام الفن ما شاء الله جدا، دمعتها قريبة، حساسة، تؤمن بالحب جدا. الأرقام اللي بتحمل السنة عندها السمعة والشهرة. وإذا مش مرتبطة، مش متجوزة، ممكن سنة في جواز مثلا. بس أوكي. إذا متجوزة يعني هتكون في عندها عقد، ممكن بتعمل عقد شغل، حاجة أو سفر، هتكون سنة مميزة عندك جدا جدا. أما برج الحوت شوي بدك تنتبهي، لأني هون بنحكي على برج الحوت. السنة عنده زحل هينتقل عنده، مش هيتعبك كتير، بس بدك تصبري شوي، تدرسي أمورك، هتبقى أتقل شوي، أتقل شوي حتى تنتهم الأمور معاكي. أيوة نعم. 20/12/94 راجل ولا ست؟ بنت. تمام. ممتاز. القوس بتكون سنة مميزة كمان عندها، أنا شايف في العمل، وعندها سنة الحظ المجمل، لأن الكوكب جوبيتر هو حيكون اللي مسؤول عنها السنة. هتحقق أمنياتها بأرقامها ونجاحات روعة 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 يا رب. بعشرين اتناشر كتير كتير مميزة. بس هي مخصوصة في النظافة، كتير نظيفية، وبتحب الترتيب والأناقة جدا جدا جدا. طب نعم. أنا عندي رسائل كتير بس قدامي دقيقتين، وعايزة أعرف هل حضرتك عايز تقول حاجة عن السنة الجديدة زي ما بتقول معانا كل سنة؟ تمام. وبنحتفظ على فكرة بالحاجات دي. تمام. هلا أنا بنصح، يعني هلا نحن حكينا شوي عن الإيجابيات على السنة. في شيء بالسلبيات. بالسلبي هو بشكل عام، قبل ما يخش بالسلبي، في تغييرات يعني كطباعة فلوس، في تغييرات فلوس أوراق بالعالم. أيوة. في تغييرات نقدية بالأمور المالية، في تطورات بالموضوع ده. لكن من ناحية أخرى، كنحن علماء الفلك أو كحسابات فلكية، في عاصفة اسمها عاصفة شمسية، هي ممكن تأثر على الكواكب، على الكرة الأرضية شوي، انقطاعات الانترنت، الحاجات دي نحن قلناها السنه اللي فاتت. السنه دي يعني هي الاكثر ممكن تكون. لكن في مفاجاه. تاثر قد ايه العاصفه الشمسيه؟ يعني ممكن تعمل انقطاعات تطول شويه، ممكن شهر اقل اكثر، الله اعلى واعلم. لكن هنا في ممكن يحصل الحاجات دي كعاصفه شمسيه، انا بعتبرها. في فيضانات ممكن تكون في اوروبا كتير، حوادث كتيره تحصل، في مفاجات كتيره، حاجات في طبيعيه في يعني، في حاجات طبيعيه، في حشرات زي الجراد، حشرات ممكن تكون في بعض الدول اكثر تزداد. طبعا بس انا شايف من شهر 5 هو شهر جذري، شهر 5 وما بعد في احداث ممكن تحصل وتغييرات بشكل عام. طيب. للعالم كله. طب ممكن ناخد بس اخر رساله. وفاء 13/4/64 13/4 64 64
طبعا السنة يعني السنة دي كانت 22 هي كانت سنة الأمنيات ليها الأخت وفاء، حققت أمنيات، فلترت كتير أصدقاء ب 22 هي، حققت كتير حاجات ودعم أصدقاء كتير إلها، وتعرفت على ناس جديدة غرباء تعرفت عليهم. السنة الجاية هي سنة تغيير سكن، ممكن تغير سكنها، تسافر في سفريات، في شوي أنه بدها تكون تنتبه على صحتها، ما فيش خطر صحتها أو صحة ناس حواليها، بس لكن أمورها خير إن شاء الله. وفي عندها يعني إذا بتشتغل مثلا في عندها تغييرات بالشغل ممكن الأفضل، لكن هي أرقامها بتحمل الجنسية أو التغييرات، لأن هون أرقامها فيها سفريات وبرج الحمل من نوع بس صريحة جدا طيوبة جدا وبتحب الأبراج، لكن دائما ما تعطيش كل حاجة في قلبها، لأن طيوبة بتدي دائما مع طاعة. نعم صحيح. دكتور رئيف رأفت مرة تانية كل سنة وحضرتك طيب ودايما منورنا في ست الستات، وربنا يجعل كل الأمنيات الجميلة والتنبؤات الإيجابية دي من نصيب كل الناس بفضل ربنا وبإذنه طبعا سبحانه وتعالى. ضيفنا النهاردة كان دكتور رئيف رأفت خبير الأبراج والفلك والأرقام، شكرا جزيلا، شكرا نورتنا. ومرة تانية كل الأمنيات بالخير والبركة لكل مشاهدينا. ميري كريسمس، هابي نيو يير، كل سنة وانتم طيبين. بكرة بإذن الله حلقة جديدة ويوم جديد، يا رب أشوفكم على كل خير. باي.